السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اتنشن بروبي 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 مور بروبي بروبي جول جول اجاكس امستردام السجن عن طريق الاسمراني، خروج باولو باس بروبي هذا كره بالشبكه، واخيرا اهتزت الشباك في الاولمبيكو اجاكس امستردام. يمر الطلياني كارلو فيوري، عرضيه خطيره والهدف، والهدف السجن. هذا هو تشيكو، هذا هو الملك البوسني، ملك اللمسه الحاسمه يسجل تشيكو كره بالشبكه. روما يعطي النتيجه، ايفان تشيكو يتمكن من احراز هدف التعادل. تشيكو الملك الهداف داخل منطقه التسجيل، يقود عكسيه جميله سامويل، مواجهه مباشره مع حارس المرمى، الكره لكن يلغى بداعي التسلل، والهدف محتسب لينطلق باكو الكاسير بمرحلة الهدف الأول التي أجلت لحين التحقق ولحين دول داخل منطقة الجزاء. يتوغل يتقدم، يحاضر مورينو، جول، هدف ثاني جيرارد مورينو صانع الأماني لنادي فيريال، يظهر من جديد ويضرب بقوة في شباك دينامو زاغرب. أخيرا كرة قصيرة، لقطة خطيرة بكعب القدم، هدف أول، كرة في الشباك، هدف جميل لصالح دينامو زاغرب. أورشيتش أخيرا يأتي بالحل، أكثر اللاعبين خطورة، أكثرهم مبادرة في تشكيلة زاغرب، يوقع هدف التقليص. أولا إنكا النيجيري على يسار هجوم فريق والمدرب الحالي لغلاسكو رانجرز الذي خسر الرهان في الاي بروكستي، انخاض هذا الموسم بالتتويج اوروبي، بالتتويج بهذه المنافسه المتابعه. كره خطيره تعود لدفاعات الارسنال، خطا، وقال بانه ليس من المهم ان ياتي هذا الابتسام لاعب لديبورتيفو لا كوروني. كره على يسار هجوم فريق ابطال، ولا حتى الخبره الكافيه في المنافسه الاوروبيه، لاكاشستر يونايتد في هذه المنافسه. هنا انطلاق، يحاول الدنماركي با ولا انكا تغطيه مساء الوان الارسنال، ولكنه لم يتوج بلقب اوروبي مع هذا الفريق الارسنال. تسديده ممتازه وكره جول، جول على هدف، يلغى الهدف بداعي التسلل، نو جول، راحت ضاعت ضربا من الخيال في هذه الموقع التي تألق، مرت لألكسندر باه، يمر الدنماركي باه، با على اليمين وقت قطافها، يقطفها سيبايوس ويأتي رابع ثانية يراوغ التسديدة والهدف الأول، جول 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 جول. نيكولا بيبي ليفواري السليم خلف جدار دفاع سلافيا يحافظ الأرسنال. لم نجد سلافيا براغ حاضرا، كرة بعيدة من من الرصاص من الأهداف، فلربما كرة مرة أخرى لفريق سلافيا يرفع التحدي، يحاول سبع مواسم. كرة خطيرة لأولاينكا، التحضير إلى الخلف والتسديد، كرة أخرى لإيميل روي وركلة جزاء، قائد لاكازيت، جول، لاكازيت لم يضيع، وضعها في مرمى الحارس كولر واشعل النار. 1927 ساكا والمرور، كول الثالث، التسديده، ساكا الثالث، يا الله، جول يا ساكا، الرصاصه الثالثه في الدقيقه 23 مع نيكولا بيبي. ساكا تغيير المراكز بشكل، يعود با يراوغ يوزع الهجمة ليان كوشتا، كوشتا تشيكية، وصلت كرة على اليمين با من أجل هدف، يشعل الكرة باتجاه لاكازيت، لاكازيت والهدية تأتي من الدفاع. إلى حد الآن هو ضرب من الخيال وكرة بالرأس، مباراة كرة من مخالفة لفريق سلافيا بالرأس، وزادوا دخلوا على الطريق الصيني لنيكولا بي 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 بي، وبالرأس الدفاع يتدخل سميث روي في حوار للأمام، والتسديدة سهلة، بي بي ولاكازيت، والرابع، الرابع يا لاكازيت، جول جول.
استرمان يا لاكازات ألكسندر نومهم في هذه البطولة، واللي كان سابع الدوري الموسم الماضي اللي تأهل بشكل أكبر لو كان بدأ البداية يعني المطلوبة البداية الحارس دخية، لأن اللي بيلعب في الدوري هو الحارس هندرسون. تمريرة حلوة أول وصول وتأهل طبعا للمباراة النصف النهائي، والهدف المبكر كافاني، الهدف رقم 50، هدف الأوروبي رقم 50، إيدرسون كافاني يفتتح التسجيل بعد مرور 6 دقائق. أمامنا هنا مسرح الأحلام وعودة أمامنا ريد ديفلز، عودة الشياطين الحمر طبعا، لكن ليس هناك شياطين في رمضان، لكن أمامنا هنا دييغو مارتينيز طبعا اللي كان مسرح الأحلام أولد ترافورد. هل يكون أحلام فريق غرناطة وانسجام؟ وده كان واحد من الأسباب اللي مرر بيه الحقيقة سولشاير وأمام نادي أمونيا طبعا خلال مشوار الوصول إلى هذه المرحلة. وباوك اليوناني وأمونيا الفريق الخبرسي، ومع هنا النصف النهائي الدوري الأوروبي لأوروبا ليج أمامنا. كرة ملعوبة لا شيء لسابق الفوز طبعا في لقاء الذهاب، كان بنتيجة تحرك ومحاولات الوصول انطلاقة أمامنا هنا، والكرة من جنب الشمال غرناطة شوف سرعة غرناطة. الاتزان النفسي ده والأمور دي مهمة جدا. على طول على ضرب أندلسي آخر هو إشبيليا سحب الرقم القياسي، وضربة رأسية حلوة ضربة رأسية أمامنا هنا من اللاعب الفنزويلي. كرة ملعوبة على طول أمامنا، خطر رأسية المرة دي هيريرا المميز قوي أمامنا هو الفنزويلي في هذه الكرة. هذه أمامنا هنا الاستقرار والأداء والتميز من جانب المان يونايتد، ثالث كراته، ولكن هدف كافاني يعني يريح الأعصاب. حولة البرونو في مطلع هذا الموسم، تبديل اضطراري، غرناطة أحد أندية الأندلس في إسبانيا. دي برونو يا ولد النهاردة إيه هيبقى الأهداف اللي عطاير. هذه كرة ملعوبة حلوة قوي، الكرة من ماتيتش وبرونو أمامنا هو البرتغالي برونو فرناندي. بوجبا خلصها، لكن ماتشز وتدخل قوي مع بوجبا. هل في أحد كان في مباراة يعني 13 نقطة آخر 15 مباراة كان تعادل مع كريستال. كرة إلى خارج مع برونو، إلى خارج إلى جرينوود السرعة، جرينوود عايز يعدي لكن جاله بقى. مان يونايتد الكبير وفريق غرناطة ثامن الدوري الإسباني. برونو إلى أمامنا جرينوود، فكر يسدد جرينوود لكن طفو، زي أيضا البديل الموجود براندن ويليامز. برونو يلعبها لكن لاعب نادي أكس. على طول كرات فولكي رأسية، لا للعنصرية وكمان لموضوع اختلاط الألوان، وادي انفراد ويطلق خطيرة أمامنا هنا من جانب غرناطة، البحث عن التعادل طبعا ولما لا، دار وصفقة مهمة للفريق. على طول الكرة ملعوبة خطيرة، كافاني يا ولد يا كافاني الكرة معمولة، لكن شوف أمامنا هنا برونو، أي كرة خطيرة هيكون مصدرها برونو وكافاني. بعده يدفع بجيمس جرينوود عايز يعدي يثبتها، فاندي باك يا ولد على الكرة، لكن هي فرصة جديدة أمامنا هنا من نشيط جدا فاندي باك. اللاعبين المميزين الطرف المميز جدا ده غرناطة، الكرات العالية برونو التمريرة اللي في العمق عايز يجري. الدقيقة 66 من اللقاء، محاولات وادي جيرمان ضيع، ممكن يسجل التعادل لكن مين في كرة القدم. ادي امامنا برونو تمريرة حلوة في العمق، برونو منتخب اسبانيا 41 مباراة، وادي كرة رأسية حباك يا ماتا الكرة امامنا اهو ترتطم في بايخو، كرة ملعوبة حلوة قوي من أليكس تيلس، ومانويل ماتا امامنا هنا يسجل في هذه المباراة هدف يبحث عنه مع نادي مانشستر طبعا. لكن إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.